رجعنا لكم في عايشة شو، والليلة شمس منورانا، شمس مبسوطة دلوقتي في صور حاططها على الشاشة. الصور دي فيها تصريحات ليكي أو عليكي، هقول التصريح وهشوف لو أنت عارفة مين اللي قال ده أو لا. أوكي يلا. صاحب أول دويتو في حياتي الأستاذ محمد عبده، دويتو رسمي قلت فعلا محمد عبده. تعليقك إيه؟ لا أنا بس أبي من الله يطول عمره، لأنه بتتكلمي عن رقي كفن ك... لا محمد ما أعرف، أحس اسمه مختصر يعني، أحس بس بقول الله يطول عمره، وموضوعه ما تاجرت فيه أنا أبدا. صاحب فضل عليكي؟ ليه فضل؟ ما في حد له فضل على يبقى حد. يبقى عمل لك حاجة حلوة بس. ثانك يو. كده تمام؟ يس أكيد. إحنا عندنا في الخليج وبرا الخليج وفي العالم العربي ما في انسان غنى مع هالانسان الا وتاجر، وانا غنيت مع محمد عبده. لا 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 لا، في ما احب اكون متسلقه، هو لو ما حبني وشافني انه انا اسوء اقف جنبه وان انا اغني معه اول ديو معه ما حيخاطر بتاريخه وغني معي. ليش؟ صدقه جاريه. انا احبه واحترمه وهو يحبني بالمقابل، واحنا كثير، انا كثير كشخص احبه. التصريح اللي بعده يا شمس، خلافاتي معها لا تنتهي. خالتي ام زكي. مين خالتك ام زكي؟ ما اعرفش، بنت تقولي لي خلافات مش اقول لك. انت اللي قلت. انا عارفه انت شو تستبين تعرفين. بس نو اي ويل نوت سي. طبعا هي انا اللي قلت. احلام نشوف الصوره. بس ما ينفعش اجيب شمس وما اسالهاش عن احلام. ليه ليه؟ هقول لك ليه، لانك ولا مره كنت مقنعه. دايما بنسالك انت ليه على خلاف معاها؟ ما فيش أي إجابة مقنعة. وضروري أقنع مين؟ جمهورك. وليه؟ ما أنت فنانة وأنت ملك جمهورك. ليه ملك جمهوري؟ على أي أساس؟ علبة مناديل أنا ملك جمهوري؟ يعني ملك نفسي أنا. جمهورك بيحبك وعايز يعرف. ما طيب جمهوري مش يحبني؟ طبعاً بيحبك. تمام خلاص يحبني زي ما أنا كذا. ما هم عايزين يعرفوا. يعرفوا. أدينا بنحاول يعرفوا أنت ليه عندك خلاف مع أحلام. والله أنا والله بنضم لهم وعاوز أعرف. انت نفسك مش عارفه؟ اقسم برب العزه انا بنضم مع الفانز حقي وكلنا نسوي جمعيه اسمها عاوزين نعرف. السؤال اللي بعده، شخص منافق ويطلب من الجميع اطلاق لحيته وهددني بالقتل. ايه فضل شاكر؟ فاكره فضل شاكر؟ تعليق، عايزه تعليق. يعني هو فعلا هددك بالقتل؟ انت شايفه انه منافق؟ لا هي شوفي، النفاق هو الشخص اللي يدعي شيء وينفذ شيء آخر في يعني في العلن وفي الخفاء. هي هذه النفاق، هو هذا معناه، أنك أنت أو تؤمر بشيء وتنفذ شيء آخر. تمام؟ فهي صفة صارت، أنا قلتها في وقتها لما فضل من وسط الوسط الفني ومن أساتذة الوسط الفني. انتبهي تكلمي عن شخص، أنا كفنيا أنا أعشق أداءه، فضل غير. تمام؟ لكن لما يطلع في وقته وكفر وسب، ولا اكيد انت ما بعرف اذا هذا الموضوع ذاكرته او قريتي عنه. طبعا طبعا طبعا، لان احنا نحبه. تبي وقلتها بمحبه فعليا، حزنت لان ما كثير عندنا بالعالم العربي هالاصوات ولا هالاداء ولا هالاختيارات. جدا واحساس واحساس وروعه. فانا انجرحت، زي صدمه جتني يعني، زي اي حد. هددك بالقتل معايا زي؟ محمد عبد العظيم صديقي موجود هنا واخوي معايا شاهد موجود على هالكلام، وقدمنا يعني بلاغ بالنيابه. كلمك تليفون؟ تليفوني. قال لك ايه حقتلك يا شمس؟ محمد اللي سجل المكالمه. ايه سمحتي اعتذر منك. ما رجع يغني هو دلوقتي؟ ما هو هذه هي الاعتذار ليا، انه رجع يغني. سمعتي اغاني؟ لا بصراحه. هنعرض عليكي صوره وعايزينك تعلقي عليها. اوكي تفضل.